يا جماعة يا جماعة، شفتوا المدرسة الشريرة عملت المجنونة؟ بتتحول بالليل لدراكولا يا جدع، بتتحول بالليل لدراكولا. يا لهوي يا ابو اللزليز، هنعمل ايه؟ نيو نيو نيو، جالها النينجا ابو اللزليز اللي هينقذ المدرسة يا جماعة ويرجعها لطبيعتها ونكمل بقية المقالب زي ما احنا. طبعا يا جماعة مش هوصيكم بقى باللايك، خير وصل الفيديو ده ل 100,000 لايك، والله يستر علينا يا جدعان. تخيلوا معايا المدرسة تبقى عاملة ازاي؟ ان شاء الله يا جدعان نبقى ليها بالمرصاد ونرجعها. خليك احسن في المقالب يا مدرسة، ده انت اللي جابك اصلا وخليك تتحولي بقيتي شرشرة ومشرشرة. يا في الحقيقة يا جماعة ساعات بتتشرشر فمش عارف. خلينا طبعا يا جدعان نخش بقى في حوار هي هتبقى المفروض عمو الخفاش. بس خفاش كبير. الله. ايه ده؟ Where are all those morons who keep trying to prank me? انا عايز ابقى into my minions. Garlic. Francis, you fool. Get that thing away from me. ثواني كان بياكل يا جماعة. يا بصل يا توم، انا متاكد يا جماعه، انا متاكد من الحاجه دي. فاحنا هنروح على المطبخ وندور على الحاجات دي علشان مش عارف هنعمل ايه. اوكي خلينا بس مكملين. بس يا جدعان المنظر كله مختلف، احنا قبل كده لعبنا هالوين بس ده مختلف عن التاني. اوكي انا كده معايا المفروض جاهز يا جماعه. بحس هي لو فكرت ترخم عليا. ثواني كده يا ناس، ده المنظر مخبطاني. راح على المطبخ صح؟ كيف خلاص بقت لعبتي يا جماعه، بقت لعبتي. ما تقلقوش افتح ابو لذيذ واحده واحده، وخلي بالك يا دلوقتي في المطبخ يا رب ما تجينا من الناحيه الثانيه. يا جدعان انا كده معايا الغاز، اول ما تفكر هي تيجي عندي هاجي مشغل الغاز ده وهعطلها. اوكي في حاجه انا زي ما قلت لكم والله كان عندي استاذ بنسبه كبيره اللي في حاجه في المطبخ. نفتح هنا. ايوه اوكي جنة توم يا جماعه، مين بيحب التوم يا جماعه؟ والله بيكي من امراض كتير وبينفع برضه يقيها من الشرشر اللي هي فيه. خلينا يا جدعان بس ايه، عشان اسحبها بس الله يستر مش انا اللي اتسحب. اوكي كده احنا المفروض جمعنا التوم. دور هنا حاجه تانية. اقول لكم على حاجه، خلينا يا جدعان واو والله في حاجه هنا يا جدعان، ننزل ونستكشف مع بعضنا الله يستر. بس الدنيا مظلمه حبتين. انزل يا بوليسريز يا عماد قلبك. ايه مش عارف امشي اصلا. يلا الله. يا عم دراكولا ده شويه المفروض هتظهر دلوقتي ازاي؟ يبقى في وقت يا جدعان اسمه بتتحول فيه. خلينا احط طيب الحاجه. ايه انا معايا البذور بتاعه اسمه ايه ده بتاعه التوم. بيقول لي دور على حاجه يا ابو لازريتش عشان تقدر تخلي الحاجه تطلع بسرعه تنجز في السريع. طب خلينا يا جدعان. والله المدرسه مقلقاني. احنا عايزين نرجع ونطلع فوق وندور على اي حاجه تفيدنا على الاقل يا جماعه نستخدمها على المكان اللي هو اللي فيه الحبوب. اوكي يلا يلا افتح فل الفل يا جماعه. يا فوق ولا تحت؟ يا فوق ولا تحت؟ محترفين المدرسه الشريره، يا ريت تقولوا لي هي فين اصلا. المفروض فوق. اوكي انا يعني معايا الغاز. اول اوعى يكون قلع الكوكو يا جماعه. امسي اعتصم بعيد عني بقى احسن تهدينا كمان. مش عارف اتحرك. معقوله يا جماعه تكون مسكتني؟ والله ما عارف اتحرك. ايه ده انا فين؟ يا جماعه مش عارف اتحرك. ايه الهبل ده؟ مش هتحرم انت ها؟ ورانا ورانا اقول لك ايه بس يا شيخ. عارفه لو اتحركت افضلي اعتصي كمان. يلا بقى حرام عليك يا شيخ. والله يا بهدلتينا بالعطس بتاعك ده. المهم يا جدعان المفروض دلوقتي رايح هي على المطبخ. انا بقى اروح واطلع على الاوضه اللي فاتت. انت هنا شفت راسها والله. حرام عليك. دي رجعت تاني. الله يستر عليك يا ابو اللجاليك. اوكي وضعنا ريلاكس. ايه انت ما بتحرميش يا شيخه؟ انا شكلي النهارده انا هتمقلب يا جماعه. بسرعه. خش. بصوا يا جدعان واحنا كده قاعدين مستكنص مع بعضينا يا جماعه، لو انت لسه جداد معانا في القناه نزل بالاحمر تحت. بصوا عليه بسرعه وحلوا الرصاص في اسرع وقت عشان نقدر يا جدعان
نخليها ما تبقاش شريرة. حرام عليك بقى، انت اصلا مش هشترى من غير حاجة. اوكي اوكي انا كده رجعت في نفس المكان، انا عايز ادخل بقية الاوضة التانية. الله يستر بس عمالة تشيك يا جدعان. ايوه هنا دي الاوضة الصح. صح 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 صح. بس اسأل هنا ابو اللازاليز، دور دور دور. ايه ده معقولة يا جماعة؟ مش هي دي الاوضة؟ يبقى اكيد الاوضة التانية وعندنا في منشار، اكيد مش هستخدمه مع الزرع. اوكي هنا مكحرة اوضة. واو يعني بتاكل يا جماعة، بتاكل لحمة وبتاكل بتجيبها بقرة حلب. اعوذ بالله في عفريت، والله في عفريت. لا وفي اللعنة يا جدعان. اوكي انا كده المكان اللي دخلته ده غلط. اوكي الحمد لله زي ما كنت متوقع والله. يبقى هناخد البتاع دي فل الفل. اوكي وعندنا في لمبة هنا كمان، مية مية ناخد اللمبة. بيرفكتو دلوقتي يا جدعان نقدر ننطلق ونروح على التابوت بتاعها. فين انت فرحان؟ اوكي بس دي ضلمه كحل، انا والله ما شايف اي حاجه. انا الان انزل يا جدعان. عم الدراكولا ياكلني يا عم يا جمل. يوي يوي لا 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 عم لوسك. ايه ده؟ عندك واحد كشري للعم السكيلز دول. يلا يا جماعه انزل انزل. يلا هرب هرب. ايوه كده خليك انت في مذاكرتك. طبعا يا جدعان شحنا متنا، فهو لازم يعيد لنا الحته دي من تاني عشان يفهمنا اللي فيها. انا بس اللي كل الان منه ليه ممكن تطلع لو سمعت الصوت. فيا رب المدرسه ما تيجي. احلو هنحط الحبوب هنا الاول. يلا اوكي وبعد كده يا جدعان هنبدا. انا مش عارف احوار ايه اللي احطه هنا. ممتاز وهنغير اللمبه. اوكي الخطه ظبطت يا جدعان. اوه والله خضتيني يا مفترق. اوكي 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 واو التوم طلع يا جدعان ما شاء الله. جمع 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 حلو. هدور دلوقتي على التابوت بتاع. اوه لا 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 طلعت تعمل شوبينج يا جدعان. يا جماعه المدرسه في اخر المكان موجوده عند بالظبط المطبخ. انا كل اللي عايزه بس تمشي خالص من هنا عشان اقدر اطلع احط الحاجه في التابوت بتاعها، عشان لو جاب الليل المفروض الوقت ده هتبدا تتحول لدراكولا يا جدعان وتاكل مع امي يا جمال. مش ناقصنا احنا يا اصلا من غير حاجه صعبه. ومن بات خلوها وتحولت هتبقى دي لوحدها مشكله كبيره، والمشكله الغاز بتاعها كمان خلص. يلا بقى اقعد اقرا لك كتاب ولا اخش لك في اي اوضه اركني على جنب عند السلم هي. ها اوكي ايوه دخلت الاوضه. ممتاز كمل يا ابو لازاليز. ايوه خلاص اقرا الكتاب مع نفسك. أوه. الحمد لله ظبط لك الكلام. نخش بقى هنا يا جماعه وندور بقى على التابوت بتاعها اللي هي فرحانه بيه. فتقدروا تقولوا ان احنا زي انقذناها بشكل غير مباشر يا جدعان. اوكي حلو. وبعدين هنمشي على طول مش هنقفل الحاجه. اوكي اوكي يلا 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 امشي من هنا ابو لازاليز خالص. شكرا يا رب تخش الاوضه يا جدعان واليوم يعدي على خير. هي فين؟ انا مش شايفها ولا شايف حاجات. في حاجات بتطير يا جماعه، في خفافيش فيها نزيل. ودخلت. I should get my beauty sleep. Don't want to ruin that vampire glow. خش خش خش. No! Get it away! Get it away! أحسن. No! والله يا جماعه لو كنا سبناها كانت هتتحول. اوكي التاني يا جدعان والله شكله يخوف جدا. تقريبا هي المفروض هتتحول لعفريت على حد ما علمي يا جدعان. انت ما كنتش دلاكولا تبقى عفريت او بتحضر عفريت يا جماعه، يبقى اكيد المدرسه بتعمل حاجه زي كده. احنا لازم برضو ايه هنشوف هنتصرف معاها ازاي. ايه ده دي عفريت؟ يخرب عقلك. Such power. والله مجنون يا جدعان قلت لكم انا. اوكي في كتاب في كتاب في كتاب شكلها بتحكم فيه عن طريقه عن بالعفاريت. ايه ده؟ مش شخصية البنت؟ اوه شافت؟ بتقرا وتجري يا جدعان. يا لهوي شوف طلعت عامله ازاي. استنى اجيب لك الجهاز. تمام كده المفروض جبت لها الجهاز بتاع العطس يا جماعه. تقعد تعطس مع نفسها لحد بس ما تشوف هنتصرف معاها ازاي. فخلينا ندور ايه ده هنا من بدايتها. الحاجات موجوده قريب قوي كده. طب ما زي الفل. بقول لكم على حاجه، خلينا يا جدعان مبدئيا نخش
ممكن عند المطبخ؟ إذا دي هي عند المطبخ أصلا. تفتعمل تعويزة المفترية. الشباع بتلف كلها تباتيكي تباتيكي طلعت فوق. ممتاز. أوكي. الله. شوفوا يا جدعان اتعلموا من السكرتون عم بيذاكر اهو. بسم الله ما شاء الله عليك دحيح. ما شاء الله عليك. يلا يا بطل. اوكي في الكتاب اهو. حلو. خلينا نفتحه. اوكي ده الكتاب اللي احنا المفروض هنمسك بيه العفاريت. في الجوهره والمدرسه راحت على الجوهره. اتحطت نقطه من الماده دي وبعد كده قعدت تحضر هي العفاريت وبعد كده اوه مكنسه سحبتها. صبرك عليا. اوكي ننزل تحت. اوكي طبعا ده يا جدعان اللي هو هنقدر ناخده ونحطه على اسمه ده في مكان التعويذه. بس الفكره في ايه؟ اللي احنا لازم نطلع وندور على حاجه تانية لان هي في اداه بتستخدمها المفتريه. اعوذ بالله اعمل عفريت. وفي مكنسه هنا كمان. ممتاز ممتاز ممتاز. بصوا بقى الخطه اللي انا هعملها كالتالي. ان انا اروح في القبو يا جماعه. اوكي وعايز استخدم الكماشه علشان اشوف مكان الحاجه اللي بتستخدمها عشان تقدر تمسك بيها العفاريت. اوكي 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 عشان احنا مش هنعرف نسحبهم. ممتاز خدنا كده الحاجه دي. طبعا اكيد تبقى موجوده في الاوضه بتاعتها فوق. ها عمالة تحضر لنا انت كمان حاجة. ده المكان اوكي ما شاء الله عليكم انتوا بتلعبوا هنا. ها بتلعبوا لعبيني ولعبك وفني صوابعك. يا رب بسرعة بسرعة يا ابو اللذيذ. فين بقى؟ خلي بالنا من العفريت ده يا جدعان ممكن يقفشنا. يلا يلا بسرعة كمل. في حاجة هنا زي ما قلت لكم والله في حاجة. خبيها فين بقى المفترية؟ اوه يا جدعان والله اهو تاج. ايه بس انا حفظتك. خلاص خلاص يا شوشو انت يا بشرشره. اوه يا جماعه شفتوا كانت ناويه على ايه؟ شفتوا كانت بتعمل ايه في الهالوين؟ ماشي انا هظبطك دلوقتي. انزل 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 بسرعه بس كاحتياطي. احنا ممكن نشغل الغاز يا جدعان ولا نستنى شويه؟ انا بيت متوخوش بيني وبين استنى. مفتاح التوتيري مفتاح بيبقى هنا الاحمر الاحمر. ايوه صح الله عليك. ايوه كده يا جدعان. يلا خد ده كمان افتح. اوكي انا كل ده مش عايز اشوفها بس اصلا. اوكي ومعايا الكرسي يا رخم. هنحط واحد هنا وبعد كده نحط الجوهره وبعد كده كله نتغير. ماشي نحط الجوهره. ممتاز ناقص دلوقتي نروح لعم اللي كان قاعد بيتمرجح. طب احنا نخليها تتعطر شويه. اعتصي يا اختي اعتصي مع نفسك بقى. يلا يلا بسرعه 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 يا لذيذ. اوكي والله شكله يخوف يا جماعه. ايوه هدي يا معلم. طفيتها. ايه حلو خدنا المكنسه نقدر نمسك بقى العفريت فندخله في التراب يا جماعه. بعد ما ندخله في التراب احنا كده كسبنا. الله عليك اديله يا معلم. العب من العفريت. احنا مستنيين عشان يروح في التراب ونقدر نمسكه. فل الفل. اوكي بس دلوقتي ما نقدرش نعمل حاجه. يلا يا حبيبي روح للتراب. ما تقعدش بقى تقول لي ماما وتقعد تغني لي كمان. ما يقول لي ماما ده. انت يا ابني مش انا ماما يا عم. ما تقعدش توجع دماغي. ايه ده المدرسه لسه بتعطس؟ ماما عطست كمان وكمان. اوه دخلت ده عفريت بتاعها. واتس ذات؟ اوكي هي كانت عفريت اصلا يا جماعه. معلش قفشناكي. الله الله اصمت يا معلم. شفطنا عفريت المدرسة الشريرة يا جدعان والله. كل ده مفكر المدرسة نفسها. اوكي يعني ايه بعد ما عملت الحاجات دي وبتاع هي اللي اتحولت لعفريت؟ بعد كده ابو اللذاليز قفشها وحطها في الحاجة فبالتالي مفيش عفريت تاني. الحمد لله انقذنا المدرسة.
بس مش معنى كده المقالب وقفت، لا لسه المقالب شغاله يا جدعان. وبس كده، اشوفكم مره جايه جديد معايا ستيوب جيمنج. يلا سلام.